خدي. بتحب جهز لك الأكل؟ لا ما بدي شيء. فردوس مور، الشاي تبع الصبح كان طيب، بس أنا كنت معصب شوي، مشان هيك لا تزعلي مني. ولو أنا بدي أزعل منك؟ أنا ما استطعمت منيح بشاي الصبح، فياريت تعملي شاي هلأ. تأمر أمر. بابا؟ بابا هدي كاك، كاك نلسم. بابا؟ أمي دمينيز. تسلموا إيديكي. صحتين. شايفة؟ شايفة على موجة هالبرد حاسة حالي حموت. اتصل فيكي كرم اليوم؟ كرم بيك؟ ليه بده يتصل يعني؟ بده يحكي شي مشان الشغل؟ ما بعرف، قلت لازم يتصل بعد اللي صار بينكم. شو قصدك من عم تقولي؟ ما قصدي شي، انت ليش عصبتي؟ شو يعني ليش عصبتي؟ عم تحكي هيك لأني رقصت مبارح أنا وياه؟ شهرزاد هذا مجرد حكي، لا تكبر الموضوع. أنا اللي طلبت رقص معه ولا هو؟ شهرزاد خلص. شو كان لازم ساوي؟ اللي قدام العالم لا ما بدي؟ خلص حبيبتي، خلينا نسكر على الموضوع. مو معقول، كيف ممكن هيك شغلات تخطر على بالك؟ أنت ما بتعرفي قديش تضايقت وقتها. كيف عم تلمحي لي هيك وانت اللي بتعرفيني؟ ما لازم يخطر ببالك هيك شيء ابدا. انت فهمتيني غلط شهرزاد، انا ما قصدي احكي هيك شيء. لا منى انا فهمتك منيح. اذا اعذر في الا لي عم تظن فيني وتحكي هيك شهرزاد. معي. يلا قوم. يلا كنان امشي.